طب كواليس رجوعك لنادي الأهلي يا كابتن في 2002؟ قبلها انا كنت مصاب، كنت في بطولة 2000، بطولة افريقيا اللي كانت في نيجيريا، ورجعنا وجالي الصليبي. يعني كان عندك 28 الصليبي سنة وقتها. الصليبي جالي هنا في مصر مع المنتخب. كنا بنلعب اول ماتش في تصفيات كاس عالم مع كابتن جوهري، وطلعت بعد حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة من الماتش. المهم قعدت اتعالج. عمارة اللي كان بينزل في الوقت ده المنتخب، فقابله طبعا مسؤولين في النادي وكلموه. كابتن صالح رحمه الله عليه قال له يا ابني احنا عايزينكم ترجعوا انت وياسر وتبقوا موجودين. بعدها طبعا كابتن خطيب هو اللي تولى الملف. عماره رجع من المنتخب لقيته بيكلمني بيقول لي كابتن خطيب. قلت له يا كابتن خطيب انت عايز ايه؟ عايز يكلمني انا؟ قلت له قال لي قلت له خلاص هكلمه. طبعا يعني حاجه بالنسبه لي كانت كبيره. انا مش عشان واحد من ابناء النادي الاهلي او لعبت في النادي الاهلي او شغال حاليا في النادي الاهلي ان انا همجد في الكابتن خطيب، لكن الكابتن خطيب بكلامي او من غير كلامي اكيد هو حاجه كبيره. اكيد يعني مش بس عند الاهلاويه، عند كل الناس وفي الوطن العربي والافريقيا كمان. حصل الحوار، كابتن خطيب كلمني ازيك يا ابني عامل ايه؟ تمام يا كابتن الحمد لله، شرف كبير ان اكلم حضرتك. قال لي يا ابني احنا النادي الاهلي محتاجكم وبتاع. قلت له احنا لنا الشرف ان موجودين، لازم ترجع وانت عندك ولاد ايه؟ قلت له والله عندي احمد ويوسف. طب ولادك دول المفروض يتربوا في بلدك. المهم قعد يكلمني شويه كويسين. طبعا هتقولي ايه؟ ما تقدريش تقولي حاجه غير حاضر ونعم. طبعا. وتم الاتفاق، وفي اول نزول ليا كنت ماضي، وكان فاضل لي تقريبا هناك حوالي سنه وشهرين في العقد بتاعي. قعدت مع كابتن باشمهندس عادل القيعي، ويمكن كان اسرع تفاوض حصل في التاريخ. يعني قرار الرجوع ما كانش صعب يا كابتن. الصعوبة بعد كده صار في يعني إيه؟ الصعوبة حصلت بعد كده. أنا في الفترة دي كنت مصاب ومضيت في النادي الأهلي وخدت مقدم، رجعت اتعالجت لعبت. كان عداني 8 مباريات، لعبت 24 مباراة المتبقيين. بعد ما لعبت الدور الأولاني خالص كان فاضل 6 شهور والدوري يخلص وعقد أنا كمان يخلص. فالناس قعدت معايا عايزين يجددهم وبتاع ومش عارف إيه فانا بقيت بقى ايه لسه يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا مضيت دلوقتي لان ممكن يوقفوني وكده، لان المده القانونيه ما كانتش لسه عدت، يعني كان لسه بدري عن 6 شهور. ف بقيت احط لهم عراقيل، تدوني جنسيه، تشغلوني في النادي بعد مش عارف ايه، بعد ما اخلص، لان ده هيبقى اخر امضاء ليا. طب الراتب بتاعي، لا العقد مش عارف اخد. بقيت اضرب لهم بقى ارقام عشان يقولوا لا. المهم يعني في الاخر وافقوا على كل حاجه. قعدنا شهر نعذب في بعض هناك وانا اعذبهم، وفي الاخر قلت لهم بصراحه انا ماضي في النادي الاهلي. طب امضي. طبعا بعد ما سابوني فتره واتصدموا، جه المدير الفني قال لي طب امضي واحنا نخلصك من النادي الاهلي تاني. قلت له ما ينفعش، ده انا ما اعرفش اخش مصر. قال لي ايه؟ قلت له زي ما بقول لك انا ما اعرفش اخش مصر. تعرف يعني ايه ابقى ماضي النادي الاهلي وامضي تاني في حته تانيه واخد منهم فلوس؟ لا انا احب احافظ على كلمتي. ده كلام مهم في وقت مهم يا كابتن. والله 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 ما بكذب في كلمه من اللي انا بقول لك فيه. اكيد سيد يا كابتن طبعا. ان ده حصل، ورقم في الوقت ده رقم كبير جدا اللي كنت هاخده في السنتين او الثلاث سنين. ومقابل الرقم اللي هنا ما كانش يبقى فيه نسبه وتناسب خالص. خالص يعني الراتب السنه هنا بمقام شهرين هناك. يعني